إذا قيل أهل السنة والجماعة فليس هما فرقة صغيرة، وإنما هم أمة الإسلام، وأصحاب الشذوذ هم فرق متفرقة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم أمة الإسلام، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، ثم تلاميذهم التابعون وأتباع التابعين، وبعدهم أئمة الإسلام، فهم جل الأمة، جل الأمة. وأما الفرق فهي من الشذوذ، الفرق التي خالفت فهي من الشذوذ، وهم من أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما لم يكن معروف عند السلف الصالح، عند أهل السنة والجماعة، وهم يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه.